تظاهر العشرات من الناشطين في محافظة الديوانية للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب، وحمل المتظاهرون لافتات طلبوا فيها الحكومة والجهات القضائية بإنهاء إفلات المنتسبين في القتل والخراب من العقاب، لا سيما قتلة المتظاهرين والناشطين ومحاسبتهم وفق القانون. مطلبنا الرئيسي والأولي يبقى هو المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، وهم معروفين معروفة يعني جهات عميلة لإيران، والميليشيات هي من قتلت الشباب العراقي، لذلك هذا مطلبنا الرئيسي بكشف عنهم ومعاقبتهم. والدليل ما حدث في البصرة، الفتوى التي اعترف بها المجرم. أضاف إلى ذلك الأمم المتحدة حقيقة الآن بدأت تستهين بدماء الشعب العراقي، يعني ممثل الأمين عام الأمم المتحدة يلتقي بالميليشيات، يلتقي مع القتلة، هذا أي عدالة هذه يا أستاذ؟ أي إنصاف نتحدث عنه؟ الأمم المتحدة تلتقي بالميليشيات تكشف عن المصير المغيبين، كذلك هي دعوة للحكومة العراقية للإنضواء تحت القانون المحكمة الجنائية الدولية في روما، حتى يكون لهذه الأمهات لهذه الدعاية أن يكون هناك رادع في المستقبل القريب إذا كان هناك تهجم أو هناك إقصاء أو قمع للرأي العام. اليوم الحكومة يعني تعمل على محاسبة المنفذين فقط لا العقول المدبرة لعمليات القتل، ومن يدعمون هؤلاء المنفذين اليوم المطلب هو بتسليط الضوء ومحاسبة الرؤوس الكبيرة التي تورطت وخططت ورسمت لعمليات القتل. الإفلات من العقاب بعد مرور أكثر من سنتين على ثورة تشرين وسقوط أكثر من 8 شهيد، لم نلاحظ تفعيل دور القضاء العراقي بخصوص محاسبة قتلة المتظاهرين، ولا أيضا دور الحكومات المتعاقبة ولا للبرلمان في هذه المطلب الشعبي المهم. رغم ذلك اليوم الوقفة هي تضامنا مع أمهات الشهداء تشرين الذين اليوم خرجنا لطالبنا بدماء أبنائهن، ونحن اليوم أيضا سنكون شهداء على هذا الطريق، وأيضا ستأتي الأجيال الخلفنا أيضا تطالب بعدم بالإفلات من العقاب.